هاتين المباراتين، وان انتهت بتعادل الفريقين بهدف للهدف. كره ملعوبه لصالح الشباب، عبد المجيد هدف رابع. عبد المجيد الرويلي في اول لقاء رسمي مع الشباب يسجل بتسديده، وشكرا وايضا سجده لرب العالمين، سجده شكر من عبد المجيد الرويلي. اول لقاء رسمي لعبد المجيد مع فريقه، فريق نادي الشباب، و في هذا الموسم، والدقيقة 36 يسجل فيها عبد المجيد الرويلي الهدف الرابع لصالح الشباب، هدف رابع للشباب. هدف جميل جاء بعد تمريرات تكشف الدفاع تماما، وتمريرة من ناصر الشمراني، تمريرة جميلة كانت من ناصر الشمراني.